بونسوار. طقس مستقر عم بسيطر على أجواءنا لبكرة، بيتقلب اعتباراً من منتصف الأسبوع، ولبكرة بالتفصيل جو نخائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجة الحرارة اللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع كار و19 درجة، 22 بطرابلس وبالعاصمة بيروت و23 بسور. ننتقل إلى بعلبك مع 20 درجة، 11 باللقلوق، 20 بزحلة و19 بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 75%، ريحة اتجاهها شمال غربي، وعم تسجل سرعتها أقصاها 25 كيلومتر بالساعة أما حال البحر فمعتدل ارتفاع الموج. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ مثل ما ذكرنا لبكرة جو نغائم جزئياً مستقر، ودرجات الحرارة عم تسجل 22 درجة. أجواءنا لنهار الثلاثة بتبلش تتقلب، جو نغائم كلياً مع استقرار بدرجات الحرارة على 22 درجة، ليتحول جونا إلى متقلب بالكامل لنهار الأربعاء، وجونا غائم مع أمطار متفرقة غزيرة أحياناً. تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وبتسجل 21 درجة، لترجع تستقر أجواءنا بالكامل لنهار الخميس، ويعود جونا مشمس ودرجات الحرارة عم تسجل 23 درجة. هنا بنوصل لختام نشرتنا، لقونا بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير.